بيتم التلقيح عندنا في خيول الطلائق لما الحصان يكتمل سنه 3 سنوات، دي بدايه الحصان للطلوع. بالنسبه للموضوع الطلائق للحصان، بيتم اختيار الطلوع في لجنه مشرفه عندنا هي المسؤوله عن اختيار كل الطلائق. الوزن بيختاروا الفرسه اللي تناسب الحصان، بكل ده باشراف اللجنه اللي هي المسؤوله. احنا في العنبر هنا عندنا اللي هو بتاعنا، احنا مسؤولين ان احنا ندرب الحصان وناكله ونشربه وننظفه وكل حاجه مسؤوله عنه، لكن اختيار الطلوع ده بيتم بلجنه تبع مديره محطه الزهراء، المسؤوله عنها هي رئيسه اللجنه، ومعها اللجنه اللي هي بتتم على اساسها اختيار الطلوع. الطلائق فيها حوالي 35 حصان اللي بتلاقوا في محطه الزهراء حاليا موجودين. احنا عندنا مفيش مسابقات جمال، لا خالص، احنا ما بنشتركش، احنا الجمال بتاعنا بنعرضهم للناس تيجي تتفرجوا عليهم، لكن احنا ما بننفعش ننافس الناس، يعني الناس بتيجي تشترك عندنا في الشوات هنا ما بننفعش احنا ننافس معاهم، احنا بنعمل لهم زيارات لكل اي حد في مصر او خارج مصر يجي يتفرج على خيلنا، لكن احنا ما بنشاركش فيها خالص المسابقات. يعني ده حصان اسمه بردي، الاب اسمه بريش والام اسمها ازميرالدا، بريش ابن محسوب وازميرالدا بنت ذوق ورحال، يعني ليه شهاده نسب بترجع لسنين كتير ورا جدا يعني. وطبعا لا الحصان ما بيتمش ختمه اللي انت شايفاه ده الا لما يتعملوا تحليل دي ان ايه، ويجي التحليل بناء عليه بعد كده الحصان بيتختم يعني. لا الجواز عادي، هو الحصان بنعلمه بالراحه لما يكون بادئ، بيطلع والفرصه بتكون واقفه قدامه، وبنعوده بالراحه كده واحده واحده لحد ما يطلع اول مره وثاني مره، وبعد كده هو بيبقى عارف يطلع ازاي لوحده خالص. في فهد حصان كبير جدا في السن عندنا هنا، عنده 27 سنه، وموسم التلقيح عندنا بيبدا ابتداء من اخر شهر 10، دايما بنطلق على الخيل في فتره الشتاء عشان لما يجي يولدوا يولدوا في الشتاء، فالشتاء الولاده بتكون احسن من الصيف كتير يعني، ان الصيف في مشاكل كتير في المهاره ما تبقى صغيره ورمطه، الشتاء بيبقى احسن يعني.